الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من رحلة الشام مع عمه باش يستأنف حياة الكدح، رجع باش يزاول حياته بحال واحد من قريش، كيحيا حياتهم وكيعيش معيشتهم وكيدرك كل ما كيدور حوله من مظاهر الحياة الاجتماعية والدينية اللي كانت كتسود في الجزيرة العربية في هذيك الأيام. لكنه صلى الله عليه وسلم ما كانش كيشاركهم في عاداتهم السيئة، عصموا الله من الوقوع فيها وبقى كيرعى الغنم، هذيك الحرفة اللي اختارها الله سبحانه وتعالى الكثير من الأنبياء ديالو، الحكم كثيرة تطرقنا لها من قبل. بعد منها غادي يشتغل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجارة، غيشارك رجال القوافل والتجارة وغيرحل معهم كيبيع وكيشري وكيكسب وكيجرب وكيزداد خبرة في الحياة. لما كان صلى الله عليه وسلم 15 عام من عمره شارك في حرب الفجار، وتسمت هذه الحرب هكذا لأن الأهل ديالها فجروا فيها بانتهاكهم حرمة الأشهر الحرم اللي كانت كتمتنع فيها قبائل العرب على القتال، ودارت هذه الحرب بين كنانة وقريش من جهة وقيس من جهة أخرى، وكان يعني سبب تافه جدا، مجرد قتل واحد الرجل من قيس من بعد تداعوا الاحلاف والقتال. دامت هذه الحرب هذه 4 سنوات، انتهت بالصلح بدفع دية للقتلى، فهدموا ما كان بيناتهم من العداوه. وحضر هذه الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم وشارك فيها، وكان كيساعد الاعمام ديالو، وغادي يذكرها بعد سنوات من الرساله ديالو، وغيقول صلى الله عليه وسلم: قد حضرت مع عمومتي ورميت فيه بأسهم. كانت يعني صورة من صور النزاع والحروب عرفها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه، وغتكون له من بعد تجربة في الحياة بعد ذلك. لما بلغ صلى الله عليه وسلم 20 من العمر دياله، حضر مع الأعمام دياله مجلس كان له شأن في تاريخ العرب وفي تاريخ حركة حقوق الإنسان العالمية، كان هو حلف الفضول اللي كان السبب دياله. هو واحد تاجر من قبيلة بني زبيد، باع واحد السلعة لأحد القريشيين اللي هو العاصل بن وائل السهمي، لكنه عجز أنه يحصل منه على الثمن ديالها. طلب التاجر الزبيدي من بعض أعيان قريش أنه يساعدوه أنه يحصل على الحق دياله، لكنهم لم يكترثوا به كثيرا، يعني ما ادوهاش فيه. ولما يأس منهم وقف وسط الناس عند الكعبة المشرفة فين كيلتقيوا الأعيان والعامة، وبدا كيلقي أبيات من الشعر شكا فيها يعني داكشي اللي تعرض له من ظلم، وشكا فيها الغربة ديالو وعدم وجود اللي ينصره ويعينه أنه يسترجع الحق ديالو. فبدا كينشد كيقول: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ببطن مكة نأتي الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا للرجال بين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام بثوب الفاجر الغدري. تحركت الغيرة ونزعت الإنسان الكارهة بالفطرة ديالها للظلم عند عدد كبير من الحاضرين، ومنهم زمير بن عبد المطلب، واتفقوا على أنهم يجتمعوا باش يعلنوا معاهدة شرف بينهم، يعني مضمونها رفض الظلم ونصرة المظلوم وإقامة العدل في مكة. وتم الاجتماع فعلا في بيت عبد الله بن جدعان أحد وجهاء قريش، تقديرا للمركز ديالو والعمر ديالو، وحضروا ممثلون لأبرز القبائل منهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتحالفوا وتعاقدوا أنهم ما يوجدوش بمكة مظلوم من الأهل ديالها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معاه، يعني انصروا، وكانوا على من ظلمه حتى ترد يعني ترد له المظلمة ديالو. فكان هذا الحلف بمثابة يعني واحد الواحة في ظلام الجاهلية، دل على أن شيوع الفساد في مجتمع راه ما كيعنيش خلوه من أي فضيلة، فمكة مجتمع جاهلي سيطرت عليه المظالم، ومع ذلك كان فيه رجال أصحاب نخوة ومروءة كانوا كيكرهوا الظلم وما كيقروه شي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفتى الأمين حضر ضمن وفد بني هاشم هذا المجلس التاريخي اللي سمته قريش حلف الفضول، ولما كرم الله سبحانه وتعالى بالنبوة تذكر هذا الحلف ومدحه، كيقول صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الأسلام لأجبت. يعني كيقول لو قال قائل من المظلومين يا لحلف الفضول لأجبت.
فالعدل الأحبتي قيمة مطلقة. والرسول صلى الله عليه وسلم كيبين الاعتزاز ديالو قبل البعثة ديالو بعقدين يعني بعشرين عام بالمشاركة في تعزيز هذا المبدأ، مبدأ العدل. فالقيم الإيجابية كتستحق الإشادة بها حتى ولو صدرت من أهل الجاهلية. فالحمية ضد أي ظالم مهما عز، ومع أي مظلوم مهما هان، بغض النظر على دين المظلوم والمذهب ديالو وعشيرته وقوميته ووطنه، هي الروح ديال الإسلام اللي جا باش يقيم لنا العدل والحق وينصر المظلومين. وهذه القيم الإنسانية هي من أعظم القيم اللي كتحتاجها الإنسانية في عالمنا المعاصر. وفي موقع آخر كيجسد لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القيم سلوكا وعملا، فكيخف نصرة المظلوم والدفاع على حقه. وفي موقع آخر كيجسد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القيم سلوكا وعملا، فكيخف نصرة المظلوم والدفاع على حقه ولو لم يكن هذا المظلوم مسلما. والرسول يومها كان نبي كيحمل الدعوة للناس وكينادي فيهم بالعدل قامة السماوات والأرض، وكيقول أيضا إنما تنصرون بضعفائكم. فالدعوة أحبتي لإقامة العدل هي منهج القرآن وأساس في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، ومسؤولية الإنسان على امتداد وجوده على هذه الأرض هذه. والوقوف وجه الظلم والانتصار للمظلوم هي قضية كتأمن بها العقول النيرة والمشاعر الإسلامية الإنسانية النبيلة كما تدافع عنها الشرائع السماوية. سجلنا التاريخ مواقف عملية للرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة الجاهلية لنصرة المظلوم والمضطهد، قريناها في هذا الموقف حلف الفضول، وغنقراوها في موقف العملي من أبي جهل في بداية الدعوة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مضطهد محارب مستضعف، فمن منعشي الوضع ديالو المحاصر أنذاك من الانتصار المظلوم والمطالبة بحقه يعني من أعتى طواغيت عصره وأكثرهم عداوة وخصومة له صلى الله عليه وسلم. نقرأوا هذا الموقف أحبتي ونتخذه درس ومنهج في حياتنا، فما أكثر الظلم والمظلومين وما أقل الواقفين موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في الدفاع والنصرة، وما أحوج عالمنا المؤسسات ومنظمات ومراكز للدفاع على حقوق المضطهدين والمظلومين. هذا الموقف الصادر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومثله الموقف في حلف الفضول كيأكد أن الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم مسؤولية غيتسأل عليها الإنسان والقادر على القيام بها تجاه المظلومين والمضطهدين. وبغض النظر على عقيدة المظلوم أو لغته أو طبقته الاجتماعية أو انتمائه السياسي، نقرأ موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من مظلوم استغاث به باش ينقذ له حقه، ونتأملوا في الظروف الصعبة اللي كانت كتحيط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها. نقل لنا ابن كثير عن سلسلة من الرواة هذيك الحادثة فقال: قدم رجل من أراش، واحد المنطقة كيقول الأراش، بإبل له إلى مكة، فابتاعها منه وشراها منه أبو جهل بن هشام، فماطله بأثمانها يعني ما أداش له الثمن ديالها. فأقبل الأراشي حتى وقف على نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في واحد الناحية من المسجد، فقال: يا معشر قريش، من رجل يعدين على أبي الحكم بن هشام؟ يعني شكون اللي ياخذ لي حقي؟ فإني غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس، قالوا له: ترى ذلك، وكانوا كيشيروا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من العداوة اللي بينه وبين أبي جهل. قالوا له: اذهب إليه فهو يعديك عليه. فأقبل الأراشي حتى وقف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له القصة، فقام معه، فلما رأوه قالوا اللي معهم اتبعه فانظر ما يصنع، شنو غيدير. فخرج إليه، مشى عنده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه الباب، فقال: من هذا؟ قال: محمد. فخرج، فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم، يعني كيف يقولوا وجههم سقط من الدم وصفار وقد امتقع لونه، فقال: أعطي هذا الرجل حقه. قال يعني خاف، فقال: لا يبرح حتى أعطيه الذي عليه. فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذاك الأراشي ذاك الرجل، قال له: الحق لشأنك. فأقبل الأراشي حتى وقف على المجلس فقال: جزاه الله خيرا فقد أخذ الذي لي. هذه الحادثة أحبتي من سير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية كتكشف لنا على إنسانية الدعوة ووقوفها لجنب الإنسان المظلوم واستنقاذ الحق، رغم أن الظالم كان من أعتى طواغيت قريش، ورغم العداوة اللي كانت بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتذرش من الرجل، بل داه للدار ديال أبي جهل ووقف بكل جرأة وشجاعة وتحدي، بل وتحدي لذاك الظالم كيطالب بحق المظلوم. فالموقف هو دفاع على حق
ومواجهة لظاهرة عدوانية في المجتمع. هذا المفهوم السامي للتناصر أحبتي يعني في الإسلام كان وجدوه في نصوص كثيرة، منها قول تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وقول الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وغيرها من آيات الكتاب العزيز. والموقف كيف كيكشف لنا على مواجهة يعني الظلم والطغيان، فإنه أيضا كيكشف لنا على الاهتمام بالآخرين ومشاركتهم بهمومهم والوقوف معهم لاستنقاذ حقوقهم الشخصية. بعيد عن الأنانية والسلبية والإنزواء، فالمسلم أحبتي هو إيجابي وفاعل في المجتمع دياله، كيسعى لحل مشكلاته، غير متقوقع، غير بعيد عما حوله، ماشي رقم من الأرقام يعني على هامش الأحداث أبدا أحبتي، بل على المسلم أنه يعني يتفاعل مع كل قضايا المجتمع دياله من مشاكل وهموم وأفراح ونجاح وإخفاق وغير ذلك من الأمور. فالمسلم إذا خلص وعمل وكان إيجابي ستكون بإذن الله قوة تغيير عظمى في هذه الأرض اللي ماجت واضطربت بمشاكلها وبهمومها. نعم أحبتي، أنت وأنتي وأنا إيانا أننا نحقر من نفسنا، فالمسلم رائد بطاعة الله عز وجل، فلنهب لمناصرة قضايا الحق في أنحاء الأرض، ولنهب لمناصرة القيم في أنحاء المعمورة. وألقاكم في حلقة أخرى بحول الله لأحدثكم عن حدث آخر في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبيا هدى يا رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للأنام، عليك الصلاة وعليك السلام، عليك الصلاة وعليك السلام، وصحبك والتابعين الكرام. بك الله أحيا نفوس الورى، وكنت لها المنقذ الأكبر، حملت لها شرعك الأنوار، فعم الضياء وولى الظلام، وأعليت سقف الهدى والرشاد.